الحاجه الثانيه بقى اللي هي فعلا بيتكلم فيها محمد وانا اتفق معاه فيها مليون في الميه، ان جوميز بيحاول دايما يسترد الكوره من مناطق اعلى. استرداد، لا معلش احنا لسه مش هنشرح الحاجات دي، استرداد جوميز بس عايزين نشرح عشان الوقت هيتم خلاص. طب خمس دقايق بس. طب خلاص ماشي. هنا بص ممكن نجي نعيد الكوره من الاول. هي دي؟ لا لا هاتوا اللقطه من الاول خالص يا شباب. ماشي هتقول ايه قبل ما تتعاد؟ ماشي بص هنا، شوف هنا بيفضي بس ستوب 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 بس ستوب. ممكن نوقف. شوف هنا فتوح موجود فين؟ موجود في عمق الملعب. وناصر ماهر وفتح فتح المساحه على الاطراف ازاي؟ ونفس القصه الناحيه الثانيه مصطفى الزناري، بس الفرق بين مصطفى الزناري وفتوح وناصر ماهر ان مصطفى الزناري مدافع ما عندوش النزعه الهجوميه، فمصطفى الزناري ما يقدرش يقرا اللي بيحصل قدام قوي، تمام؟ ده الفرق. فده اول حاجه الراجل بيقدمها، ان هو بيحاول يعمل كثافه في العمق عشان يفضي على الاطراف، دي اول حاله. ممكن نشوف الحل بعد كده. خلاص لا خلاص نوقف ستوب كده، هو الراجل ما عملش حاجه بيها. نفس القصه نفس القصه، شوف ناصر ماهر موجود فين، فتوح نفس السويتشات اللي بتحصل، هو طول الوقت بيحاول يعمل كده. عشان كده بنقول ان ناصر ماهر هيكون هو الورقه اللي هيبدا بيها مش مصطفى شلبي. نفس القصه مع عبد الله السعيد. تمام لو هي نفس الحالتين ننطها ممكن بس انا عايز بقى اخر حالتين في ماتش الداخليه لو يقدر، عشان بس النقطه عشان الوقت. انا عايز اخر حالتين، اخر حالتين دول الجون وقبل الجون. كان فيهم ايه؟ نسخه طبق الاصل من الجون، حاول الزمالك قبلها بدقيقه بالظبط، حاول الزمالك يعمل نفس الشغل. لسه مش هيتعود دلوقتي عبر ما يجيبهم. تمام احكي لي بس. طيب هو برضو نفس القصه، ان هو الراجل بيعمل كثافه في العمق، بس الفرق بين الكره الاولى والثانيه، الكره الاولى ان سامسون هو اللي قام بيها، فسامسون نزل عمل خد الكره، ولكن زيزو في الكره الثانيه قدر يقرا المساحه اللي وراه فسحب المدافعين واتحرك في اتجاه الكره، فبالتالي المدافعين عندنا في مصر المدافعين شويه اتحركوا وراه، فتح المساحه لعمر جابر، عمر جابر راح جاب الجون. النقطه اللي انا عايز اشرحها قبل ما لحد ما حد راح، ان الزمالك مع جوميز بيحاول يسترد الكره من مناطق اعلى. طيب هل ده في مصر؟ ايه القصه دي في مصر؟ القصه دي في مصر قنبله موقوته جدا، يا اما يا تصيب يا تخيب. لو صابت هتقدر تحقق نتيجتك باعلى سرعه يعني بنتيجه كبيره جدا، لو خابت هتلاقي نفسك فعلا بتواجه المساحات اللي حصلت في ماتش ال 4-1 مثلا. الاهلي بيقدر. ماشي دي الكره الاولى، هنطلع فاصل. ماشي دي الكره، شوف سامسون واقف فين، عمر جابر بيحاول المساحه ما فضيتش، لسه بيحاول تاني، شوف نفس التحرك بتاع عمر جابر، وعبد الله السعيد نفس التحرك او بيحاول عمر جابر ما وصلتش الكوره. نفس القصه هناك، مصطفى شلبي كان بيلعب في الوقت ده وينج باك، بيحاول يفضوا المساحه مفيش ما بيحصلش، خلاص الكره دي خلصت خالص، انه حط له الكره في العمق ما وصلتش بين الاثنين، ما وصلتش. كره الجون بقى دي كره الجون. شوف بقى هنا اللي حصل مختلف خالص، هنا زيزو قرا المساحه على عكس سامسون تماما، سامسون طلب الكره ولكن زيزو كان التارجت بتاعه الاول انه هو يفضي المساحه لعمر جابر، شوف زيزو هيعمل ايه؟ اتحرك فضل المساحه لعمر جابر. دي تقريبا الكره اللي اتقررت في كل في الثلاث ماتشات مع جوميز، سواء ابو سليم الاسماعيلي وماتش الداخليه. عظيم جدا.